عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض البرنامج الزمني لمشروع جديد في مجال الهيدروجين الاخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستنفذه شركة اكوا باور السعودية. وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء ايضا موقف تطور الاعمال في مشروع تطوير وانشاء وتشغيل مشروع محطة رياح السويس للطاقة بقدرة 1.1 جيجا وات بموجب اتفاقية شراء الطاقة التي وقعتها الشركة مع الجانب المصري، موضحا ان بدء الاعمال الانشائية الخاصة بالمشروع ستكون خلال الفترة المقبلة. في سياق شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين، حيث تم توقيع الاتفاقية بين كل من صندوق مصر السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومطور المشروع شركة أكوا باور السعودية. وبموجب الاتفاقية سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، مع نية التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 1 مليون طن سنويا.